شهر رمضان شهر الخير والبركة، وفيه علاج للصحة وروح الإنسان. خلال هالشهر الفضيل راح نتجمع يومياً في جلسات صحية مميزة، وبنتشارك تجاربنا الخاصة، ونستقبل ضيوف من كافة المجالات الطبية والرياضية، وبنتكلم عن مواضيع تفيد كل الصايمين. في حلقة اليوم راح نتحدث عن التوعية بأمراض العين الشائعة مثل الجفاف العيني والتهاب الملتحمة وكيفية الوقاية منها وعلاجها، وأيضاً بتكون معانا خبيرة أتيكيت بتحدثنا عن أتيكيت العيد والتوقيت المناسب للزيارات وفن اختيار الهدايا، وبيكون معانا عبدالله الشامسي مرشد سياحي وصانع محتوى حتى يخبرنا عن الأماكن اللي ممكن نستانس فيها في أيام العيد. ناتالي سبسم وحشتوني وايد، واشتقت بعد لليلسة وياكم. اشتقت لمعلوماتي طبعا ولدكاترتك. ما بقى في غيبة بعد اليوم، صح ان شاء الله. وانتي وحشني بعد دكاترتك، بس انا اليوم والاكل صح، يعني انا بهزر وبقول لصحابي الدكاتره وانتي نسيتي اكلي خلاص. نسيت وعدتنا بتاعك اليوم بعد الافطار. صدق خبريه جديده؟ لا لسه شويه، لسه كم يوم. لا لسه كم بعد على العيد ان شاء الله. بديتي تسوينهم؟ لا بديت اعرف الطريقه بس. المرحله الاولانيه هي موجوده، هي المفروض خطوه الخطوه الاولى عندها، فنحن نطمن على الخطوات الثانيه. لا اطمنوا ما تقلقوش. تعرفون شو الخطوه الاولى اللي انا فعلا ما سويتها وعندي مشكله الحين حقيقيه؟ اللي هي مشكله جفاف العين، وما اعرف شو سالفه جفاف العين. عندكم فكره عن هذا الموضوع انه شو ممكن يكون اسبابها؟ يمكن بتحطي لينسز او حاجه، عدسات او انا احط عدسات نظر، يمكن هي السبب. معقوله؟ ما بعرف، انا ما عندي. او ما بتشربيش ميه كفايه؟ بس يمكن اللانسز. ايه انا بحس اذا بحط اللونتي بعيني دقيقتين بدي اغمض عيوني يمكن ساعتين لاريح عيني، بس ما بعرف اذا لها تاثير مباشر. في قطرات متهيالي بتتحط عشان جفاف العين ده. بصي الصراحه انا مش عايزه افتي، يعني انا مش عايزه اقول حاجه غلط. بس تعرفون في مشكله العيون، موضوع الصيام، احس في وايد مشاكل في العين ممكن تزيد بسبب شهر رمضان المبارك اذا كان في صيام. بس ما اعرف هي سالفه الماي ولا الادويه، ولا انه يمكن نحن ما نحط مثلا قطره في العين لان صايمين، ما اعرف شو الموضوع. او بتعيطي كثير يا مروه؟ طيب لا بعيد الشر عنها. الله يبعد الحزن. احنا عايزين حد، ما عايزين حد نساله. شوفي انا كسرت اليوم القاعده. بما ان الدكاتره معروفين ان ربعت شي بس، ما انا قلت اليوم بكسر القاعده وبسوي اجتهادات شخصيه وبيجي عشان بقى لك كثير غايبه. صح. انا اليوم كلمت دكتور محمد. دكتور محمد ابراهيم هو اخصائي طب وجراحه عيون عشان يكلمني عن حالتي، شو السالفه ليش عندي جفاف العين، وشو الأمراض اللي موجودة بالعين واللي أكثر شيوعاً أكيد بشهر رمضان. ونعالج جفاف العين إزاي؟ أهم شيء، لأن أحس مشكلة العصر بسبب التليفونات. يلا كلمي. يلا نورتنا دكتور محمد، يا هلا ومرحب فيك في الجلسه الجميله هذه. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. رمضان كريم وعيد سعيد عشان خلاص داخلين على العيد. اهلا وسهلا. بدايه يعني دكتور محمد، ياس اقول حق البنات بانه في امراض شائعه للعين، وياسين نقول هي ولا، فاكيد في امراض شائعه للعين في شهر رمضان المبارك، هل هذا صحيح او لا؟ هو الحقيقه شهر رمضان شهر جميل، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. بس في بعض المشاكل بتبقى راجعه لنظام التغذيه المتلخبط والسلوك الناس اللي فيه. صح. بعض الحاجات الجديده عليهم. فهو شهر صيام، فطبيعي احنا بيهمنا جدا انه يكون محتوى الجسم من الميه كفايه قوي، انه ما يوصلش بالناس اللي عندهم جفاف في العين. كمان يهمنا انه ما يكونش فيه حاجات بتستهلك في فتره الفطار تؤدي الى سرعه انه الميه تخلص من الجسم، زي الدايوريتكس، زي القهوه، زي الشاي. صح. الحاجات دي كلها مدرات للبول بتخلص المحتوى بسرعه جدا، وبيبقى بعد كده تاني يوم عنده صيام ما بيلحقش يعوض الكميه اللي فقدها. على مدار الشهر بيبقى الموضوع ده فعلا بيعمل مشكله حقيقيه. كمان بيبقى عندنا في وقت طويل اوقات بعض الناس ما يكونش عندهم فيها اشغال، فبيبقى حاسس ببعض الملل وعايز يبقى بيحاول يشغل الوقت ده باي حاجه، ف يعني يتفرج على حاجه على الكمبيوتر او على التابلت او على كل السكرين ورك. عموما كمان في رمضان مع مشكله الجفاف اللي احنا قلنا عليها ممكن يؤدي الى بعض الالام في العين نتيجه الجفاف.
كمان لو احنا خدنا الموضوع من الاول وعرفنا انه كمان التغذيه في رمضان لو ما كانتش مظبوطه على النظام الصحي السليم بتعمل لنا مشاكل على المدى الطويل، مش لازم تظهر في شهر رمضان. يعني هو شهر رمضان لو نظام التغذيه ما كانش سليم، المشاكل اللي ممكن تحصل على مدار الست شهور اللي بعده في منتهى الخطوره. يعني مثلا هو صايم طول اليوم وفي 3-4 ساعات صدم الجسم بكمية كبيرة جدا من الحلويات والسكريات والنشويات اللي ما بيكونش الجسم عارف يوديها فيه، ما بيكونش كمان الخلايا جاهزة لاستيعاب كل كمية السكر دي عشان تستفيد بيها وتحرقها وبالتالي بيرميها في الدم. هي وانس وصلت للدم بالكميات الرهيبة دي بتبدأ المشاكل بقى واحدة ورا التانية، مشاكل الأوعية الدموية ومشاكل الشبكية وهكذا والأعصاب والكلام ده. ده ما بيظهرش سون، يعني على طول بعد أو في أثناء ما بيحصل اختلال النظام الغذائي، لكن على في خلال 6 شهور اللي بعد الأزمة دي بيكون عندنا في مشاكل كتير قوي كبيرة. صحيح دكتور محمد، بعض من الأشخاص اللي يعانون من مرض السكري عندهم مشكلة يعانون منها اللي هي الذبابة الطائرة، فاللي يعانون من مشكلة الذبابة الطائرة هل قلة المياه مثلا خلال اليوم لأنه صائم أو لأنه ما أخذ كفايته من الماء خلال مثلا وقت الإفطار لين السحور، هل من الممكن أن تزيد الأجسام الغريبة اللي تظهر للي عندهم ذبابة طائرة ولا لا؟ هو مبدئياً الذبابة الطائرة مش بس حكر على مرض السكر، أكيد البعض منهم ومش مرتبطة بالماء خالص ولا المحتوى المائي للجسم خالص. هي باختصار هو لأنه الجل اللي مالي العين بيبدأ بعد مثلاً 30 سنة عمر في الحيط في الرينج العمري ده بيبدأ ينفصل من جوانب الشبكية ويتحرك بشكل ما كانش هو متعود عليه قبل المرحلة دي. فأي شوائب موجودة في الجسم الزجاجي هو بيشوف خيالها على الشبكية في شكل ذبابة طائرة. هي دي شكوى. الجميل في الموضوع إن في 85% بتطلع حاجات مش خطيرة، لكن ما زالت ال 15% الموجودين حاجات خطيرة. ولو تعالجت بدري بتبقى بنتلافى أضرار كبيرة. أضرار كبيرة زي قطع الشبكية، زي انفصال الشبكية، زي حاجات خلايا التهابية نتيجة التهاب الشبكية وهكذا. فهو مش مطلوب منه غير أنه أول ما يلاحظها يروح للدكتور ويخلي الدكتور هو اللي يقول له أنها مش خطيرة أو مش مرتبطة بحاجة من الحاجات الخطيرة في العين. دكتور محمد، الفترة الأخيرة أطفالنا يعني معظمهم قاعدين على التابلت يعني الموبايل بفترات طويلة، ده تأثيره يعني إيه على عينيهم؟ وإمتى أقدر أحدد إن أنا لازم أخده لدكتور عيون؟ هو الحقيقة لا ينصح أبداً بالفترات الطويلة على الشاشات المضيئة. طب أقصى مدة إيه ممكن يعودها في اليوم؟ لا مش هقدر أحددها في اليوم بالضبط، لكن أنا اللي هقدر أحدده إنه إحنا محتاجين نعمل سيجمنتيشن، يعني إحنا محتاجين نقطع الفترة. لأنه خدي بالك إنه بعد ما حصل في الكورونا إنه معظم الشغل والدراسة بقت أونلاين، بقى عندهم أكتيفيتيز كتير جدا بيعملوها على الكمبيوترات وعلى فمش هنقدر على حق، وده بيفرق من حد للتاني، فمش هنقدر نلزم حد بساعات معينة على الأجهزة الحديثة، لكن هنقدر اللي في إيدينا إننا نعمل سيجمنتيشن تقسيم. فهو محتاج كل ساعتين يسيب المكان اللي هو بيقعد عليه دلوقتي، بنريح اعصاب العين يعني يتحرك علشان لفترة. بس العين، وعلشان كمان الجسم. عضلات رقبته، علشان فقراته، علشان حاجات كتير داخله في القعده اللي هو قاعدها دي، مش بس عشان نقلل البرايتنس اللي وصل لها. لكن هو السيجمنتيشن هيبقى مفيد جدا مهما كان الحاجات المطلوب انه ينفذها هتاخد وقت قد ايه مش مهم، بس المهم ان احنا نقسمها على فترات. في نفس الوقت هو بعد ما هيخلص الحاجات اللي بجد هيبقى برضه محتاج ان هو يلعب شويه، فبرضه هتيجي تقول لا بلاش اللعب، هيقول طب يعني انا كنت سايباني 8 ساعات بذاكر وبعدين لما جيت يعني العب شويه بقت في مشكله، فعلشان كده احنا ممكن نفتحها شويه. لكن مهم جدا ان هو لازم يقوم يغير القعده دي ويتحرك ويرمش بشكل طبيعي وهو بقى شايف اي حاجه تانية، وبعدين يبقى يرجع يستأنف المكان ده. معظم الاطفال بشوفهم بيقعدوا يضيقوا في عينيهم، تضييق العين دي هل هي مرحله خطر لازم اروح بيه لدكتور عيون؟ تضييق العين دي مؤشر يونيك وحيد، لو ده حصل معناه انه في ايرور في فراكشن، لانه ده ميكانيزم هو ما بيعملوش، هي العين بتعمله اوتوماتيكال ما بياخدش باله. انت بتاخدي بالك عشان شايف الموضوع من بره، هو ما بياخدش باله ان هو بيعمل كده، بس السكويزنج اللي هو بيعمله ده علشان يحزم الضوء ويجيبه في نص البؤبؤ بالظبط بحيث يقع على الشبكيه، ده معناه انه انيشيالي والعين مفتوحه بشكل ريستنج هو مش شايف بوضوح، فده بيعمل له التهاب في الجفون لو اتساب، وفي نفس الوقت برضه هو ما زال عنده مشكله احنا لسه ما اكتشفناهاش، فدي ده مؤشر مهم طبعا.
صحيح. دكتور الموضوع اللي حكيتك عنه بسمة من شوية قطرة العين، أنا بسافر كتير وكل ما سافر بلاقي عالم حدة أول شيء عم تستعمله بس تطلع الطيارة هي الهايدريشن، القطرات الخاصة بالترطيب. في بعض دكاترة بيقولوا استخدام القطرة الكتير أو استخدامها بشكل عام بشكل خطر على العين، لأنه بيقولوا بيعودها يعني تركز ما تفرز المادة ما تفرز الدموع إذا فينا نقول بشكل كي. مناسب. هل أنت مع أو ضد هودي القطرات ولا هي خاصة قداش بنستعملها؟ مع طبعا مع هو كلام إنه الاستخدام القطرات اللي من النوع ده بيقلل إفراز العين الدموع الطبيعي، ده كلام مش دقيق ملوش أي سند علمي طبعا، بلس إن هي ما بتعوضش طبقة الدموع، هي بتزيد ثبات طبقة الدموع على العين، فهي بتعدل كيميائية طبقة الدموع علشان تثبت على القرنية مدة أطول. كل قد إيه على حسب هل الشخص ده بيستخدمها يعني للوقاية من الجفاف ولا هو عنده فعلا درجة من درجات الجفاف. نعم. لكن خليني بس الأول أقولك إحنا لازم نفرق بين قطرات الترطيب اللي ما فيش فيها أي مواد حافظة وبتستخدم بشكل يومي ولازم تتخلصي من العبوة اليومية وتفتحي عبوة جديدة تاني يوم، دي القطرات اللي من النوع ده هي اللي بنستخدمها على المدى الطويل، وهي لما بيكون حد عايز يبقى يعمل حماية من الجفاف وما عندناش حد معين للاستخدام يعني أسبوعين ثلاثة، هي ده النوع المطلوب استخدامه. القطرات اللي فيها مواد حافظة بتستخدم بس المدة قليلة ومش هينفع نمشي عليها مدة طويلة، لأنه في الآخر خالص المادة الحافظة دي هي برضو توكسيك نقدر نقول كده، أو يعني صحيح. مش بالضبط توكسيك، لكن عايز أقول أنه مش هنقدر نعود فعاليتها صح؟ لا لا، انا بس عايز اقول انه الفيكل او الماده اللي شايله الماده الفعاله اللي احنا محتاجينها الماده دي نفسها لا ينصح باستخدامها لمده طويله. علشان كده لو على المدى القصير بنستخدم القطرات اللي ممكن يكون فيها ماده حافظه، انا شخصيا ما بوصفش خالص قطرات فيها مواد حافظه عموما حتى لو على المدى القصير. كم مره في اليوم؟ من مرتين لخمس مرات. أوكي. على حسب درجة الجفاف اللي موجودة في العين. صحيح. دكتور شو الأشياء المفروض نحن والأطعمة اللي ناخذها أو الفيتامينات اللي ناخذها مثلا بعد الإفطار علشان اللي عندهم مشاكل بالعين إنه يتحسن من خلال الأطعمة أو الفيتامينات؟ على حسب هو عنده إيه، بس أنا عموما المشكلة الشائعة أحس التهاب ملتحمة العين والجفاف. أوكي، هم دول ما لهمش علاقة مباشرة قوي بال يعني بالنظام الغذائي باستثناء المية، يعني دي حاجة تانية. أكيد. لكن النظام الغذائي هيفيده في أنه يتجنب مشكلات اللي هتعمله مشاكل في الأوعية الدموية في العين والشبكية. يعني أنا ضد السكر على طول الخط، وده مش ماشي خالص مع بروتوكولات شهر رمضان. لكن يعني أنا لازم أقول كده، الأطعمة اللي فيها فيتامينز وحاجات ناتشرال كلها دي مرحب بيها كلها، اللي فيها ألياف كتير مرحب بيها كلها، بس فهو احنا مطلوب انه يمشي على نظام غذائي صحي. نعم. نظام غذائي صحي. وبالنسبة لضعف البصر؟ ضعف البصر مش مرتبط بالموضوع ده، لو كفيتامينات مثلا ضعف البصر لو هنتكلم على الحاجات اللي بتحافظ على الكواليتي اوف ذا فيجن، فكل العناصر الطبيعيه اللي موجوده في الخضروات والفاكهه زي الجزر زي ما بيقولوا الجزر بيقوي النظر. انت عارفه هو محتاج قد ايه من الجزر ده؟ محتاج وانا عايز اعرف كراتين. محتاج بجد هو محتاج كراتين، بس محتاج كراتين بكميات صغيره جدا، يعني مش هينفع مثلا يستهلك كميات جزر مهوله علشان كل ما هياكل جزر كتير كل ما هيبقى فيجن بتاعه. دي المقوله المعروفه. هو جلده هيصفر جدا من الجزر، لكن هو مش هيستفيد. يمكن فيتامين اي صح دكتور؟ فيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين سي. اوكي. وكل الحاجات اللي هي بتفيد جسمه عموما احنا كعيون هنستفيد منها. صح. دكتور اذا بدنا نحكي شوي عن الكونتاكت لانسز او العدسات اللاصقه قد ايه؟ عشان داخلين على العيد طبعا في الموضوع. طبعا كلنا لازم كل واحد يشتري لون معين. اوكي. شو تاثيره على العين؟ ولا حاجه، بيغير اللون يعني لما حتى تلبس الكونتاكت. في تاثير سلبي ابدا، بس ساعات ساعات بيحط اللانسز بتلاقي عينيها كلها احمرت، ولا هي ليها عدد ساعات معينه؟ لا، هتجرب الا هتجرب تلبس كونتاكت لينسز، ما تجربش في وقت تكون هي داخله فيه على مناسبه، لان احنا لسه ما نعرفش هي هتبقى سنسيتيف للمحلول اللي بيحفظ الكونتاكت لينس ولا هو مش. الحساسيه مش ضد الكونتاكت لينس، هي ضد دايما السوليوشن اللي احنا بنسيب فيه الكونتاكت لينس. لكن لو افترضنا انه في حد هيعمل الموضوع ده والأول مرة ومش وعاوز يتجنب إنه يبقى يظهر عنده حساسية أو كده، فهو ممكن يستخدم حاجات العين مش حساسة ليها خالص
قبل ما يحط الكونتاكت لينس في عينه. يعني هو مش هيقدر يحفظ الكونتاكت لينس في المحلول المائي مثلا اللي هي زي المقطره المعقمه اللي احنا بنخفف بيه الادويه اللي بتضرب في الوريد. ده بيتباع في الصيدليه وده رخيص جدا في اننا نغسل بيه العدسه قبل ما تلمس عينين، هو بالتالي بنتجنب الحساسيه اللي بتيجي من المحلول اللي بنبيت فيه العدسه. صحيح، يعطيك الف عافيه دكتور محمد، يعني نورتنا اليوم وصراحه جاوبنا عن كل شيء نبى نسال عنه بخصوص موضوع العين. يعطيك الف عافيه، نورتنا دكتور محمد. نورتنا خلاص، انت طيبين، انت طيب. صبايا انتوا بتعرفوا قد ايه انا بيعني لي موضوع الاتيكيت وقد ايه بحب روح احضر اوقات دورات لهذا الموضوع. بس لفتني اكثر انه من يومين كنت بدوره وكان في الاتيكيت تبع العيد تحديدا، بتعرفوا شيء عن هذا الموضوع؟ هو انا متهيالي بقى اكثر، يعني عشان ما ناكلش كميات اكثر من الكحك مثلا او مثلا احس يمكن اوقات الزياره يمكن نروح ونقعد صور مثل ما نحن بنعمل عشان نفس بس يعني يا ريت تساعدنا في الاتيكيت كرمالك يا بس ما كرمال نجرب نتعود شوي وما نقعد عندك خصوصا هلا العيد وبعد العيد مهما يتقال انتوا قاعدين متهيئين شوفوا احنا حتى ولا عرفنا اي شيء عن الاتيكيت وعد هذا الشيء ما ينطبق علينا نحن الثلاثه نحن ما يخصنا بالاتيكيت لا انا مش قادره اوعدكم الصراحه كرمال بس ما راح احكي صديقتي بدريه محمد هي اخصائيه اتيكيت تجي وتحكينا عن الاتيكيت بشكل عام وخصيصا بالعيد وبعد شهر رمضان اوكي كلمي يلا حكلمي يلا بدرية أهلا وسهلا فيك، نورتينا أنا والصبايا أكيد. رمضان كريم كل سنة طيبة بالنسبة للعيد بقى. رمضان كريم وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة. نورتينا. وأنتم منورين أكثر. بدرية بدي أسألك، هلأ كنا نحن فايتين على العيد. تمام. بس نروح عند العالم زيارات العيد، كل واحد بيعملها على طريقته، أكيد في قصص معينة بنتبعها تقاليدنا يعني بنحافظ عليها. صحيح. بس كل واحد على طريقته الخاصة، قولي لنا شو الأتيكيت أو شو الطريقة الأنسب لزيارات العيد؟ بداية خليني أوضح شو مفهوم الأتيكيت وشو نحن نقولها باللهجة الإماراتية. أتيكيت كفن من أي فنون اللي نحن نعرفها، بس فن الأتيكيت في مجال الذوق، السلوك، سلوكيات الإنسان، طريقة الاحترام المتبادل سواء كان فردي أو مع المجموعات أو حتى مع الزيارات، كيف نتبادل الكوميونيكيشن، الاتصال والتواصل والاتصال. فهاي الأمور كلها نحن نختصرها باللهجة الإماراتية السنع. فسنعنا هني اليوم بنتكلم عن العيد، وارجع لسؤالك كيف هي الزيارات. طبعا اول يوم العيد كلنا عارفين ان اول الناس اللي ما يقومون يجهزون حق صلاه العيد. فمن السنه وطبعا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان اول العيد لازم نتزين، نلبس احلى ما عندنا ونتطيب ثياب العيد. هذا مستحيل اكيد حتى ايام الايام قبل ان لبس الاحلى شيء عندنا هو من مثلا من مراسم تجهيزات العيد. فشيء حلو وجميل ان نحن نتزين نتطيب ونبدا بسلام الاهل والاقارب طبعا بعد صلاه العيد. وحلو ان نحن نبدا بالدرجه الاولى من الزيارات الاقارب. يعني نبدأ بالأب والأم، الجد والجدة، على حسب إذا كانوا ساكنين في نفس البيت فالأمور طيبة بنكون في نفس البيت. بس إذا كانت الزيارات مثلاً مع الأبناء فنحن نبدأ الفترة الصباحية ما بعد الصلاة أن نحن نقوم بزيارات السريعة مع للأهل اللي هم نبدأها بالأب والأم أو الجد والجدة. إذا كانوا الأب والأم خارج البيت، خارج البيت كيف من الممكن بدري أن نحن مثلاً نقولهم أو كيف نتخاطب وياهم أو مثلاً هل في استئذان للزيارة يوم العيد؟ يوم العيد ما في استئذان. أوكي. حسب بروتوكولاتنا إحنا لأن العيد عبارة عن يوم كامل زيارة. ما في توقيت. ما في توقيت معين. بعد صلاة العيد على طول الكل عارف إن في زيارات من الأهل والأقارب والأصدقاء حتى الجيران. بس المدة اللي بنقعدها في الزيارة بقى. المدة السريعة هذه ما تتعدى 15 دقيقة. يعني حتى لو أنا بزور الأب والأم والجدة أنا متأكدة إن في بعدي وقبلي صح. زيارات. فأختصرها. ماكسيمم حد أقصى 15 دقيقة من 10 إلى 15 دقيقة إذا كانت الفترة الصباحية. ولكن إذا كنا وصلنا على وقت الغداء فيفضل أن نحن نكون موجودين قبل الغداء بعشر دقائق أو ربع ساعة عشان نسلم ونبارك الأهل ونتم للغداء.
وحتى بعد الغداء لازم بعد التم من 10 لنص ساعة. في ناس بتخلص الغداء وتاخد بعضها وتمشي. لا هذا وايد غلط، مش مستحب في البروتوكولات أو حتى في الاتيكيت زيارة الأهل، لأن ها معناته ان احنا جايين بس حق وقت الغداء عشان نمشي. على فكرة بعيدا عن الاتيكيت احس وايد عيب حد ياكل ويقوم. صح، ناس بتعمل كده. ها بالفطرة من عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا ان اذا نحط الاكل والغداء خلاص ناكل نتغدى وننتظر. اكيد نسوي بالمراسم ما بعد الغداء القهوة والشاي، التطيب مثلا في بعض العوائل، عقب نقدر مثلا نستأذن. في اتيكيت معينة للعيدية او لا حسب كل شخص؟ يعتمد. تبي تروحها فين بالضبط؟ عند مين؟ العيدية لمنو؟ مثلا اذا العيدية للاب والام حلو ان الواحد يقدم العيدية يوم العيد، لان بالنهاية الاطفال نحن عارفين عيديتهم شيء نقدي. حتى لو كان مبلغ بسيط. صح، حق الام والاب مش نقدي؟ مش مستحب، ولكن مثلا الام مثلا دائما الام نحن نحب نقدم لها نوع من انواع الذهب. نعم. طقم، سويرة، أي شيء، أو شو اللي تحبه، عطورات، أشياء تاريخية، مواكب الصيحات مثلاً، شيء نحن نعرف أن الوالدة لها. يعني في ناس بتقعد تسأل يعني ماما طب أنت محتاجة إيه؟ بابا طب أنت عايز إيه؟ ده صح؟ المفروض ما نسأل، لأن أوريدي نحن عارفين الأم والأب شو حابين شو يحبون، والعيد هدايا العيد واضحة ومعروفة عادةً. طب للأب؟ للأب على حسب شو يحب الأب. صعب. الأب تعقيبا على واضحة ومعروفة، فأنا عن جد أوقات ما بعرف شو يعني الأب. تحس الأم خلص بتعرفي، بس الأب صحيح. كل سنة عن سنة ما بديك تكرري له الهدية نفسها. بس أكيد بتكونين عارفة مثلا شو الأشياء اللي يحبها الوالد. أكيد. إذا كان هو من هواة الأرت والفنون حلو تاخذي له شيء تحفة أو حتى كتاب مثلا. صح. من الأشياء الأب اللي يحبها، وإذا لا مثلا حتى مرات ساعة شيء حلو. صح. يعني شيء ثمين. صح. يحب هدية تذكارية مناسبة للرجال. صح. بدرية الأقارب من الدرجة الثانية يعني المفروض نحن أثناء الزيارة ناخذ شيء في إيدنا، صح ولا كيف؟ يعني أحس يعني في أول يوم العيد أحس يبالي مثلا ناخذ كاكاو، حلويات أو ورود، شو الإتيكيت يوم العيد؟ الدرجة الأولى والثانية لهم نفس الإتيكيت، مثلا شو نقدم أو كيف نستقبل الزيارة أو نروح بيت حد من الأقارب الدرجة الأولى والثانية. حلو إن معانا مثلا سلة الحلويات مثل ما ذكرتي. أوكي. أشياء الحلويات اللي مرتبطة بالعيد. حلو العيد. حلو العيد، الجاتو أو البقلاوة أو الكعك مثلا. كعك العيد. أو مثلا إذا نحن عارفين إن هاي العائلة مثلا وايد صحية. نعم. حلو الحين في محلات في براندات قاموا يركزون على الديزاينات اللي فيها. صح. الباسكت فروت مع ديكوريشن مع أشياء مالحة مثل المكسرات وهالأشياء. نعم. الطريقة فيها تنسيق حلو ومرتب. طيب بالنسبة إن إحنا في العيد عندنا زيارات كتير. صحيح. آخر توقيت أقدر أزور فيه حد إمتى؟ يعني ما بقاش معتمدة إن إحنا في عيد فأروح له الساعة 12 بالليل. لا طبعاً أكيد. بالذات أول يوم العيد الكل يكون تعبان، فماكسيمم ما بعد صلاة العصر يفضل إن ما حد يكمل الزيارات اللي هي ما بعد العصر، يعني من بعد الساعة 4:30-5 خلاص نوقف الزيارات ونبدأ باليوم الثاني. أوكي. فحتى اليوم الثاني ما يكون الفترة الصباحية اللي وايد من وقت، يعني يفضل يكون من بعد الساعة 10 10 وطالع. بدري أحس كرام الضيف عادة إن نحن نطبخ في البيت لأكيد الضيوف وغيره، فكيف الإتيكيت للعيد وشو نسوي من أطباق؟ نبدأها من الصبح، لأن بعد صلاة العيد عادة إن نحن نبدأ بأطباق الإفطار. صح. طبعا في الإمارات نحن مركز مثلا على البلاليط وسوالف أنواع الخبز الخمير والشباب والأشياء اللي كلها إماراتية، بالإضافة إلى السناكات والحلويات والمكسرات، لأن نحن متوقعين الاستقبال من فترة البريكفاست الريوق يكون كل شيء جاهز، ولين حتى الفترة الضحى وشي إن فيها خفايف لين وقت الغداء. فعادة الأم تحب تكون هي اللي تكون طابخة مثلا أطباق الإفطار،
حتى أطباق الغداء مثلا عادة نحن نطبخها قبلها بيوم إذا هي ذبايح يجهزونها قبلها بيوم. فالذبايح دائما يسوونها إما على في البيت ويكون جاهز من أهل البيت. فهالشيء مثل من التراث وعادات وتقاليد. نعم. طيب والزيارات العادية يعني مدتها 15 دقيقة الضيافة فيها بتكون مقتصرة على التمر والقهوة ولا في نوع معين لازم نضيفة أو كعك العيد ولا شو بالضبط؟ خلنا نبدأ بالمجالس الرجال. أوكي. مجالس الرجال عادة الاستقبال بالقهوة العربية والتمر، وعقبها إذا تموا حق المعايدة مع البقية اللي موجودين في المجلس يبدون فيها طبعا بالحلويات العيد اللي موجودة على الطاولة. صح. وطبعا بالتنسيق وترتيب أهل البيت في ضيافة الأهل. فلأنها مدتها بسيطة فلازم أشياء بسيطة بالإضافة للمشروبات الثانية الساخنة سواء الشاي أو القهوة أو حتى العصائر اللي العصائر اللي هم يختارونها. موضوع الميك اب احس نحن نلبس احلى ثياب عشان لان عيد اول يوم عيد وثاني يوم عيد ومحتفلين. بالنسبه للميك اب احس الميك اب وايد اوفر على الصبح، فشو اتيكيت الميك اب بالضبط؟ اتيكيت الميك اب بالذات مع اللبس اصلا فتره الصباحيه، لان الصبح احس ان اقل ناس يجون، والدرجه الاولى حلو الواحد يلبس شيء بسيط خفيف مريح في الحركة إذا صاحبة البيت اللي راح تتحرك وتطيب حتى مريح للعين مش بس للحركة والاختيار. صح. الألوان صحك بالصيحات الدارجة في الألوان. صح. بس بعد نلتزم في الألوان الباردة المريحة للعين. حتى في اختياراتنا في الأوتفيت مثلا إذا أنا متأكدة في ضيوف من أهل مثل أهل زوجي بيون فلازم أكون لابسة شيء محتشم تتناسب مع عادات والتقاليد أهل البيت. وفي المكياج مثل ما قلتي حلو أن نبدأها مكياج خفيف لين ما بعد الغداء نحس شوية أوفر، بس ما يكون أوفر حلو يكون سيمبل بسيط مناسب يعني. صح. يبين الملامح البشرة الحلوة ونظيفة وجميلة يعني. صح. ها الهدف من الميك اب لا يكون لا أوفر ولا يكون مو الباهتة وشكلك نعسانة وتوج يعني تعرفين أول للعيد. صح. والجت لايت للوقت وقت رمضان اختلاف. صح. الوقت وقومتنا الصبح هذه شوية بما ان احنا في رمضان ودخلين على العيد، بس احنا كده كده بنتجمع على السفرة. صحيح. في توقيتات الاكل ايه الايتيكيت في قعدتي انا لو انا معزومة؟ هل اول واحدة اروح فتح الكرسي واقعد؟ لا طبعا. ولا انا مفروض انتظر ايه كايتيكيت؟ في اعداد المائدة والطعام دائما ننتظر صاحب البيت. صاحب العزيمة هو يبدأ إنه يفتح الصفرة، من يبدأ ويقعد ويبدأ بالأكل نحن نبدأ البقية يبدون. حتى في توزيع أماكننا إذا أنا مش عارفة وين أجلس على الطاولة أنتظر من صاحب البيت وين يقول لي. فها مهم جدا إني أنا ما أتقدم قبل أهل البيت وصاحب صاحب العزيمة أو العزيمة على الطاولة. على العزيمة على الطاولة أنتظر هم يعزموني تفضلوا على الطاولة وأتأكد أن أكون عارفة وين لازم أجلس على الطاولة. نعم. إذا كان عدد كبير يعني من الحضور. صحيح. في الأهل. أدري نورتينا وبسطنا فيك كثير أنا والصبايا. شكرا كثير على كل هالمعلومات الحلوة اللي أكيد رح تفيدنا بالعيد. أكيد. شكرا. أكيد. شكرا على الاستضافة وكل عام وأنتم بخير مقدمة. وأنت بخير العام. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سنة خير وعلى كل المسلمين إن شاء الله. شكرا ويعافي. شكرا حبيبك. بنات يفصلنا عن العيد كم من يوم، ما تحسون محتارين وين بتروحون وين بتسيرون في الدولة؟ بس الحلو بالإمارات إنه كأنه جايبين لك كل العالم وحاطين لك إياهم بالإمارات. صح. كل إمارة بتتميز بشيء وكأنك برمت على كل العالم. صح. الصراحة أنا في أماكن كتير في الإمارة يعني بشوفها على السوشيال ميديا بس متخيلش إنها تبقى موجودة. صح. يعني بكتشفها على السوشيال ميديا. صح. فعلا تعرفون بعد في وايد بلوجرز وما أعرف هذيل الشخصيات اللي موجودة على السوشيال ميديا اللي معروفين ياسين يطوفون ويروحون أماكن عدة في دولة الإمارات يعرفوننا عليها، فأحس يعني عندهم رسالة من خلال وجودهم في الدولة. فعلاً زي ما بتقولي يا مروة في ناس كتير بتقدر نتعرفنا أكتر على. صح. الإمارة، فعشان كده هكلم لكم عبد الله الشمسي، هو مرشد سياحي شاطر جداً. حبيت يلا. الفكرة خليه بقى يجي يكلمنا أكتر ويعرفنا هو بيعمل إيه ويقلنا لوين نروح هلأ بالضبط خاصة بالعيد. ده هو أساس العيد. يلا
عبد الله نورت القعده بتاعتنا الحلوه دي. نورتي عبد الله، نوركم فيك. وانا سعيد اني متواجد وياكم اليوم في الجلسه الطيبه. ونحن اكثر. قول لنا عبد الله، احنا خلص في اخر رمضان وداخلين على العيد، اخبار رمضان معاك كان ايه؟ رمضان كان ولله الحمد شهر جدا جميل، قدرت كنت حاط بعض الاهداف اني امشي عليها والحمد لله اني حققتها ومستانس. شو ابرز اهدافك؟ الرياضه من غير يعني الالتزام بالعبادات والصلاه، والحمد لله مسوي مشروع هو عباره عن ان كوني انا صانع محتوى واصور، فمشروعي كان عباره عن 30 يوم و30 مسجد والحمد لله. هي هذه الخطة. خديت بريك من كمرشد سياحي، ولكن ايضا على السوشيال ميديا كان عندك محتوى عن رمضان. بالضبط، جمعت دين ودنيا. حبيت الحمد لله. خبرنا عن المساعد اللي انت صورت فيها خلال شهر رمضان المبارك، وكيف كانت الفكره ومن وين جاتك؟ الفكره هذه موجوده عندي من زمان، لكن وقتها ما كنت اطبق الفكره او موضوع التصوير عندنا في اماره دبي واماره الشارجه وكذلك بعض المساجد اللي خارج حدودها الإمارات. كوني أنا من دبي، فمنطقة إمارة الشارجة قريبة علي، وكذلك إمارة عجمان، مضبي لازم صار شيء إن الواحد يسويه من نقول جداول إنك تسير مضبي وتصلي في مسجد الشيخ زايد. وأيضا بعض المساجد الجديدة اللي هي مثلا في إمارة الفجيرة وإمارة رأس الخيمة كذلك. فالمساجد هذه عبارة عن تصميم عمراني جميل ومكان يشرح النفس ويسر الخاطر، وفي نفس الوقت الواحد يؤدي عبادات رمضان منها الصلاة وصلاة التراويح. عبدالله، إذا بدنا نحكي أكثر عن دورك، أداه بيعكس على قطاع سياحي معين، إذا فينا نقول أداه هذا الحمل تقيل عليك، وكيف بيعكس بأي نسبة؟ هو المرشد السياحي في أي بلد يعتبر سفير إلى بلده، فالدور جدا كبير، ولكن نحن قدها ولله الحمد. يعني الموضوع بسيط الحمد لله، أرضنا وعارفينها وتراثنا وعارفينا وكذلك التاريخ، فنحن وجودنا في المجال السياحي لإيصال الصورة الصحيحة والواضحة عن دولة الإمارات، عن عادات وتقاليد دولة الإمارات، عن الثقافة الإسلامية والعادات والصفات الحميدة اللي يتميز فيها الإنسان الإماراتي وكذلك الإنسان العربي. كمرشد سياحي أنت اخترت المهنة ولا المهنة اللي اختارتك؟ وكيف جتك الفكرة أن تشتغل يعني مرشد سياحي؟ في البداية أنا كانت وظيفتي مرشد سفاري، اللي هو مرشد في حديقة الحيوان، ومن خلال الوظيفة دخلوني على دورة في الإرشاد السياحي في كلية السياحة في دبي، ومن بعدها حصلت على الرخصة. فلما كنت في الدورة وشفت طبيعة الشغل حبيت الشغلة، لدرجة أن أخذت رخصة الإرشاد من إمارة الشارقة وصرت أزاول المهنة كعمل حر. يعني يوم أكون إجازة من وظيفتي الأساسية أشتغل كمرشد سياحي وظيفة فرعية. أكيد كتير أماكن سياحية فيها كمان جانب ثقافي كتير كبير بيكون، شو أبرز هيدي الأماكن بالإمارات؟ دائماً الأماكن الثقافية واللي تكون ثرية بالمعلومات اللي هي الأماكن القديمة والأثرية، اللي هي المتاحف، البيوت القديمة. في بعض الناس صاروا يعملون نفس البزنس اللي هو مكان مصمم تصميم قديم، ولكن لما تدخل داخل محتويات المكان تحتوي على تحف، على تراثيات. فهاي جزء من الثقافة. هي معروف أن البيوت القديمة أو الأحياء القديمة هي نفس تراث وثقافة، وكذلك نضم لها المتاحف. المتاحف تعتبر جدا تعتبر شيء ثقافي، أن السائح أن يدور على معلومات، يدور على ثقافة، فيروح للمتحف ويكتشف. صح، كل إمارة فيها شيء يميزها. أكيد في الإمارات 7 إمارات، كل إمارة اختار لكل إمارة شو اللي يميزها من الناحية السياحية أو الثقافية. اختار لي شيء من كل إمارة يميزها. زين، أبو ظبي تتميز بالجزر اللي موجودة فيها. أوكي. فهذه يعني من الأشياء اللي وايد أشوفها مميزة في أبو ظبي، كونها أبو ظبي مدينة ولكنها عبارة عن جزر وكلها متصلة في بعضها البعض. صحيح. دبي تتميز بالعمران والتطور، بالإضافة إلى الجانب التراثي والقديم اللي هو بنقول السوق القديم في دبي. يعني ما زال رغم التطور اللي الماضي والحاضر. نعم، إمارة الشارقة مميزة من ناحية الثقافية والتراثية. دائما السياح العوائل
لما يبون مكان يكون مناسب للعائلة وفي نفس الوقت فيه أشياء ثقافية وتعليمية. صحيح. إمارة الشارقة جدا مميزة، الله يحفظ الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الإمارة، مهتم بثقافة الإمارة، مهتم بتاريخ الإمارة، وكذلك يدعم هذا الجانب بشكل ما تتخيلونه. يعني معرض الكتاب أكبر حدث على مستوى الدول العربية وحتى العالمية، معرض الكتاب اللي قام في إمارة الشارقة معرض جدا جميل. كذلك دعم للفنانين، الجانب الفني، الموسيقي، وايد أشياء السائح اللي يدور السياحة الثقافية بيلقاها في إمارة الشارقة. إمارة عجمان إمارة متميزة بالتراث وكذلك الصناعة ووجود المصانع فيها، أي تاجر يبغي مصانع بأسعار رخيصة، منتجات عنده منتج، سواء التجار الكبار وكذلك الصغار. صح. إمارة عجمان تتميز بهذا الشيء. إمارة أم القيوين عندك اللي هو موضوع الثقافة والتراث، البيوت القديمة اللي عندها وكذلك الطبيعة، عندهم المنغروف هالمكان. صح. يعني هيئة السياحة في إمارة أم القيوين اشتغلوا عليه وطلعوه بصورة جدا جميلة، يعني ما شاء الله اللي يبغي الخضرة والبحر والأنهار. صح. تجمعت في أم القيوين. صح. إمارة رأس الخيمة الجبال وكذلك البحر عندهم. صح. يعني جبل جيس والأشياء اللي يحتويها جبل جيس من أشياء ترفيهية، مسارات الهايك اللي محبين. صح. المغامرات بيلقونها في رأس الخيمة. صح. وكذلك البحر حاليا ميناء العرب والجزر اللي موجودة في رأس الخيمة أو الأماكن اللي نقدر نقول أشباه الجزر في إمارة رأس الخيمة، وكذلك المنتجعات اللي موجودة في رأس الخيمة حاليا قاعدة تنبنى مشروعات جدا كبيرة من المنتجعات. ختامها مسك، وصلنا لفجيرة. الفجيرة تتميز أول بداية في البحر اللي موجود عندها والشاطئ الجميل اللي هو شاطئ المظلات، كذلك مسارات الهايك، الجبال، القرى. صح. الوديان اللي المحيطة بالإمارة. فعلا. وكذلك الأماكن اللي موجودة والمتوفرة للمغامرات واللي محبين. صح. المغامرات في إمارات الفجيرة، وكذلك على جانب التطور العمراني والحديث، وأيضا في نفس الوقت اللي هو موضوع المحافظة على التراث من ناحية القلاع اللي موجودة. صح. والمتاحف والمحتوى اللي موجود في المتاحف. فعلا. طيب في شباب كتير بتبقى عايزة تخش مجال الإرشاد السياحي، تشجعهم بإيه أو يعملوا إيه؟ أشجعهم من ترويج للمهنة بأنها مهنة جدا بسيطة وسهلة. يعني في من الناس يستصعب المهمة، يقول أنا بوقف قدام جمهور، بوقف قدام مجموعة عدد كبير من الأشخاص. المهنة جدا بسيطة، أول بداية أنت أشياء ومعلومات أنت تعرفها وتنقلها وتخبرها للناس اللي وياك. ما بالضرورة أنه يكون عدد كبير، عادي السياح يختلفون. عادي إذا أنت مثلا كنت مرشد معروف أو مشهور تقدر تطلع مع شخص واحد، تقدر تطلع مع عائلة، تقدر تطلع مع باص كامل يحتوي 50 شخص. وثانيا الأشياء اللي تساعدك في المهنة اللي هو موضوع المايكات وأنك تتكلم بصوت ويسمعونك. لكن أبدا ما فيها خوف، ما فيها إحراج، بالعكس أنت تتمشى وتسولف وتتفاعل مع الناس. عبدالله أكيد يعني كل مرة لما تاخذ جروب معين أو أشخاص معينين بتترك فيهم طابع أو ذكرى معينة من وراء هذه الرحلة السياحية أو الثقافية اللي عم نحكي عنها. هلأ إذا ما نحكي عن عبدالله تحديدا، شو تركت كل المعالم السياحية أو الثقافية فيك جواتك أثر؟ كل مكان يتميز بقصة، كل مكان فيه معلومة، كل مكان فيه إضافة، لأن مهنة الإرشاد مهنة دائما ما نقول متطورة لكن متجددة. كل مرة تتعلم شيء جديد، كل مرة تتعلم ثقافة جديدة، كل مرة تقابل شخصيات مختلفة، فهذا الشيء يصقل في الواحد ويخليه يكون إنسان يعني مدرك لأفعاله، مدرك لأقواله، حريص على الناس اللي يكونون معاه في الجولة. لأن أهم شيء في الجولات إن أنت وياك ضيوف، أنت لازم تحرص على سلامتهم، تنتبه لهم، تشوف وين راحوا، تحسب كم عدد الأشخاص اللي معاك. نعم. صح. عبد الله في بعض الأحيان ممكن يكون عندك حد يعني من لغة أخرى يمكن أنت ما تعرفه، وأكيد أنت ما تعرف كل لغات العالم يعني. صح. فكيف تتفاهم وياهم؟ إشارة ولا حالياً التلفون أسهل شيء، الجوجل ترانسليت يعني وايد سهل المهمة. في الغالب الزوار يكون عندهم الإنجليزي، يكون عارفين إنجليزي، لكن بعض الأوقات إنه في بعض الجمل ولا بعض الأشياء فالتليفون هو أسهل شيء وأسرع شيء. صح. والناس خاصة قبل صار فيه صوت على طول. صح. أسجل صوته يتكلم ويتكلم ويترجم على طول. على طول. فعلا. طيب عبد الله حكينا عن مواقف طريفة قابلتك وأنت
مع جروب كده هتعمل يعني عملت ايه وحصل ايه؟ هو الموقف الطريف يعني هو اللي اتذكره يعني بعد ما انتهيت من الجوله. فالجولات تكون يعني مدفوعه الاجر لي يعني بيني وبين الشركه والمؤسسه اللي طلبتني كمرشد مع ضيوف. فهذا احد الضيوف قام ويبغى يناولني تيبس انه يشكرني على الخدمه يعني. فانا وقتها استحيت وارتبكت ما عرفت شو اقول له واشكره وشكرا وهو مصر لانه يعطيني يعني. فهذا كان الموقف طريف يعني كوني ان هو عايز يشكرك بس مش عارف يشكرك ازاي هي وما اعرف كيف. يعني هاي واحده من المواقف الطريفه يعني. نعم. بس اكيد انت كمرشد هذه يعني من يعتبر انه وصلك مثلا البقشيش او التبس يقولونه بالانجليزي ان مثابه ان استانس معاك الضيف فرح بالجوله وهذا تعبير شكراً عن الامتنان على الذكريات أيوة. الجميله اللي اعطيته اياها والحمد لله انه وفقنا في الجوله وكانت هاي النتيجه وهالموقف يعني عبد الله ذكرت من شوي انك حضرتك صانع محتوى صحيح. على السوشيال ميديا بدي اسالك هلا المجال السياحي هو اللي خليك تصير صانع محتوى على السوشيال ميديا او صناعه المحتوى كانت شيء اساسي لتفوت على المجال السياحي؟ صراحة أنا من يوم أني صغير كنت وايد مهتم في التكنولوجيا موضوع الكمبيوتر وبعدها طلعت الموبايلات والتصوير. فوقتها يعني بديت مع السوشيال ميديا لكن كتصوير اليوميات الروحات واليايات الطلعات مع الربع ولكن ما كان يعني بشكل مرتب. لكن آخر ثلاث سنوات بديت انتبه أن يعني أنا الأماكن اللي أروح لها الأشغال اللي أسويها لازم أنها تتوثق وتطلع بشكل مرتب وكنوع من نشر المعلومات يعني نروح وايد أماكن ونصور وتروح للمقاطع من دون ما حفظناها. لكن آخر فترة قلنا لا لازم هالشيء نحفظ يكون كنفس شيء في ملفي شيء الناس تعرفه عني. بين نشر المعلومات أنا بس عايز أعرف منك إيه أكتر أسئلة بتتسألك لما بتنزل محتوى على السوشيال ميديا؟ ودائما السؤال المعتاد الناس إذا شافت مكان حلو وين المكان شو اسم المكان لا بعرف أسعارهم كيف أوقات عملهم من ساعة كم لين كم. فهاي يعني دائما الأسئلة اللي تصادف الواحد لما يصور مكان حلو. فعلا عبد الله ما فكرت في يوم من الأيام إنه مثلا توسع الفكرة شوي وإن من مرشد سياحي تستوي مثلا إنه تزور بلدان العالم تعرف السوشيال ميديا والفولوورز عندك على العالم؟ هي الفكرة موجودة لكن أنا أشوف دامني بديت في المجال وإني أصور الأماكن اللي موجودة في الإمارات أحس الإمارات ما شاء الله كل إمارات الدولة كل شوي فيها أشياء جديدة وبالعكس قاعدين يجيبوا لك ثقافات العالم في الإمارات. صح. من فترة كانت عندي زيارة لجزيرة النور في إمارة الشارقة فعلا من أجمل الجزر. الجزيرة زود إنها طبيعية وحولها الماي النباتات اللي موجودة في الجزيرة جايبين صبار من أمريكا. صح. فكنت أقول لي وقتها يوم أصور كنت أصور للمتابعين قلت إنه يعني حتى النباتات الدولة يستجيبها لكم. صح. من بيئتها الطبيعية سفاري الشارجة نفس الحالة جابوا البيئة كاملة وحطوها في إمارة الشارقة. صح. فأحس إني ما في الفترة الحالية ما راح أطلع برا الإمارات بالعكس قد ما أقدر نحاول أغطي الأماكن اللي الناس حتى ما يعرفون عنها ما أول في ناس عايشة في الإمارات وتقول أول مرة. صح. أشوف هالمكان. ده حقيقي. طيب المتابعين عندك على السوشيال ميديا بيمثلوا لك إيه عبد الله؟ المرشد السياحي يعتبر سفير لبلده ومهمة ومسؤولية جدا كبيرة. لذلك الواحد يكون حريص على كلامه حريص على المحتوى اللي بيقدمه وحريص أيضا على إيصال الصورة والمعلومة الصحيحة وأيضا إبراز الجانب الجميل أو كل شيء جميل موجود في البلد أنت. صح. كمرشد أنت لا تظهره للناس. فعلا عبد الله بشكرك جدا بجد بسطتنا في القعدة الحلوة دي عبد الله. أكيد وإحنا أصلا أوريدي من متابعينك فعايزين المحتوى أكتر وعايزين حاجات أكتر وكل سنة وأنت طيب وعيد سعيد وأنتوا طيبين ونبارك لكم مقدما بالعيد كل عام وأنتوا بخير إن شاء الله وسلامة عليكم وعلى أهاليكم ومن يعز عليكم يا رب العالمين إن شاء الله يا رب إن شاء الله يحفظكم. صبايا يعني أنا كتير استفدت مثل العادة بهذه القعدة ومروة من يوم ورايح ما بقى في غيب المفروض خلاص حرام أغيب مش هتاكلي كحك العيد ما بغيب خلاص أصلا من الأتيكات على سيرة الأتيكات بقعدتنا اليوم أنه ما في غيبة. صح. ولازم نزور بعض ولازم يعني الزيارات تبقى خفيف خفيف موضوع ال 15 دقيقة ما بينطبق علينا بحس أبدا بس بنجرب. صح. ولازم نحافظ على عنينا من الجفاف ولازم نشرب مياه كويس. صح. ونستعمل برضو الأطرة مع شرب المياه الكويس. صح. بنات أنا اللي عيبني بجمعتنا اليوم المرشد السياحي كان ضيف منو؟ أنا؟
شكرا يا بسمة. وايد حبيت الفكرة الجديدة انه مرشد سياحي اليوم ويانا، بس اللي حبيته جدا انه هو ما يبى يطلع برا دولة الامارات. صح. بتم في الامارات لانه كل يوم في مكان جديد، وبرمنا على كل الامارات السبعة بقعدة وعالفجيرة. صح. وكل امارة فيها شيء يميز. صح. سبحان الله. بنات بكرة أكيد. بكرة الفطار جمعتنا بكرة أكيد. الفطار عند منو؟ أكيد عندي. أوكي. نشوفكم. يلا باي باي.